اهلا بيكم مع كايرو دار. النهارده ان شاء الله هنتكلم على جزء جديد في منهجنا، مشكله جديده من المشكلات الفلسفيه اسمها الالزام الخلقي. في البدايه انا عايز اعرف يعني ايه كلمه الزام خلقي. الزام يعني في حاجه انا لازم انفذها، انا ملزم بتنفيذ الشيء دوت. خلقي واضح ان انا بتكلم على موضوع يتعلق بالاخلاق. فكره الالزام الخلقي مش فكره جديدة، بمعنى احنا اتكلمنا قبل كده السنة اللي فاتت على الالزام الخلقي في سطر واحد في المنهج بتاعنا. كنا قايلين زمان ان مبحث القيم من ضمن القيم اللي الفلاسفة بيدرسوها او بيهتموا بيها قيمة الخير. العلم المهتم بدراسة هذه القيمة هو علم الاخلاق. علم الاخلاق قلنا زمان هو مختص بوضع القواعد الاخلاقية التي ينبغي ان يسير عليها الانسان. علم الأخلاق بيحط لي قواعد المفروض إن أنا أمشي عليها. نفس الكلام ونفس المعنى النهاردة بنقوله. إيه المقصود بكلمة الإلزام الخلقي؟ الإلزام الخلقي يدور حول ما ينبغي وما يجب أن يكون عليه السلوك الأخلاقي. بمعنى المفروض سلوك الأخلاقي يبقى صورته واحد واثنين وثلاثة. أخلاقي يجب أن تكون كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى الإلزام الخلقي بيدور حول ما ينبغي وما يجب أن يكون عليه السلوك الأخلاقي. عارفين لما نسأل واحد نقول له في الموقف ده أنت تصرفت تصرف بصدق، مع أن الشخص ده كان ممكن يكذب، الشخص اللي بيلتزم بالأخلاق يقول لي إيه؟ أنا حسيت جوايا بدافع بيلزمني أن أنا أقول الصدق. يبقى حين نسأل شخص ما عن امتناعه عن الكذب في موقف آخر، الشخص اللي بيلتزم بالأخلاق يقول لي إيه؟ أنه أحس بدافع داخلي بيوجب علي بيلزمني إن أنا ألتزم بالصدق اللي هو الجانب الأخلاقي. طيب ما تيجوا نسأل مع بعض سؤال. أنا عندي كم مصدر من مصادر الإلزام الخلقي؟ عندي كم مذهب في الإلزام الخلقي؟ عندي كم رأي، كم وجهة نظر في مشكلة الإلزام الخلقي؟ قبل ما أتكلم على المصادر عايز أتكلم على الشخصية الإنسانية. الشخصية الإنسانية بتتكون من إيه؟ تخيل كده صاحبك أو صاحبتك واقفة قدامك أو واقف قدامك، بيتكون من إيه؟ واحد بيتكون من الجانب الجسمي، اتنين في عقل فوق الجانب العقلي، تلاتة في مشاعر وفي عواطف وفي أحاسيس الجانب الوجداني. بتكلم على شخص، بتكلم على إنسان ما ينفعش يعيش لوحده، لازم يعيش في مجتمع، ده اسمه الجانب الاجتماعي. يبقى معنى كده ان جوانب الشخصية الانسانية اربع جوانب، واحد الجانب الجسمي، اتنين العقلي، ثلاثة الاجتماعي، اربعة الوجداني. لو خدت بالك انا دلوقتي بقول جانب واحد بس من مكونات الشخصية ولا اكتر من جانب؟ اكتر من جانب، جسمي اجتماعي عقلي وجداني. يبقى انا هنا عندي بتتعدد مكونات الشخصية بالمثل برضو بالظبط زي التعدد اللي حصل في جوانب الشخصية او مكونات الشخصية. مذاهب الإلزام الخلقي برضو بتتعدد. تتعدد مذاهب الإلزام الخلقي حسب إيه؟ قال لي على حسب جوانب الشخصية الإنسانية. بمعنى المذاهب اللي احنا هنتكلم عليها في الباب دوت أو في مشكلة الإلزام الخلقي، كل مذهب هيرد الإلزام الخلقي إلى جانب معين داخل الشخصية الإنسانية. يعني مثلا أول مدرسة عندنا هتتكلم عليها وهي المنفعة العامة. المنفعة العامة هترد الأخلاق إلى الجانب الجسمي. طب انا عايز اقف شوية عند كلمة الجانب الجسمي ديت ونوضحها ونفسرها. هو الجانب الجسمي بيضم ايه؟ بيشمل ايه؟ جسم انسان اهو عبارة عن مجموعة اعضاء، يبقى الجانب الجسمي بيشمل الاعضاء. اتنين الدوافع، تلاتة الاحساسات، ايه تاني؟ الاعضاء الداخلية. يبقى معنى كده ان في مدرسه هترد الالزام الخلقي الى الجانب الجسمي اللي بيشمل اعضاء الجسم والدوافع والاعضاء. اصحاب هذا الاتجاه بيروا ان مصدر الالزام الخلقي اسمه اللذه الحسيه. خلي بالك من حاجه، انا بتكلم على جانب جسمي فعشان كده هم قالوا اللذه الحسيه. اصحاب هذا الاتجاه المدرسه بتاعتهم بنسميها المنفعه العامه.
وممكن اسميها النفعيين، وممكن اسميها التيار التجريبي الانجليزي. رواد هذه المدرسه هم بنتام وميل، جيرمي بنتام وجون ستيوارت ميل. ثانيا مصدر من مصادر الالزام الخلقي عندنا وهو الجانب الاجتماعي. نتفق على مبدا اللي هو ان الانسان ما ينفعش يعيش لوحده في مجتمع، لازم يبقى معايا فرد واثنين وثلاثه عشان نكون جماعه. لما الافراد بتجتمع، لما بنكون جماعه، بنحط مجموعه من القواعد والقوانين والاخلاقيات والتقاليد والعرف الى اخره. ليه؟ القواعد دي بتحكم سلوكي وسلوكك، بتحدد انا هتعامل معاك ازاي وانت هتتعامل معايا ازاي. في راي هنا، في مذهب هنا في الالزام الخلقي بيقول ان مصدر الالزام الخلقي هو المجتمع. اصحاب هذا الاتجاه هم اوغست كونت وايميل دوركايم. المدرسه بتاعتهم بنسميها الاجتماعيه الوضعيه، وممكن اسميها الاجتماعيه الفرنسيه. خلي بالك انا كده قلت مذهبين من مذاهب الالزام الخلقي. اول مذهب كان المنفعه العامه، رد الالزام الخلقي الى الجانب الجسمي. ثاني مذهب كان الاجتماعيه الوضعيه، رده الالزام الخلقي الى المجتمع. ثالث مذهب معانا وهو بيتكلم عن الجانب الوجداني في الشخصيه الانسانيه. احنا لسه قايلين من شويه ان مذاهب الالزام الخلقي هتتعدد حسب مكونات الشخصيه. خدت واحد جانب جسمي، منفعه عامه. اتنين جانب اجتماعي، الاجتماعيين الوضعيين. تالت جانب في الشخصية وهو الجانب الوجداني. الجانب الوجداني بتاعي وبتاعك عبارة عن ايه؟ وجدان، مشاعر، ميول، عواطف، انفعالات. في ناس هتقول ان الجانب الوجداني هو مصدر الزام الخلقي. صاحب هذا الاتجاه هو الفيلسوف شافتسبري، قال ان مصدر الزام الخلقي هو الحاسة الخلقية، وهنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله في فيديو جاي. اخر جزء واخر مدرسة من مدارس الزام الخلقي هنتكلم عليها، وهي المدرسة بتسمى مذهب السمو العقلي. في جزء مهم جدا في الشخصية الانسانية وجانب مهم جدا من مكونات الشخصية وهو الجانب العقلي. في اتجاه بيرد الالزام الخلقي الى الجانب العقلي للشخصيه الانسانيه. بيضم ايه الجانب العقلي؟ الجانب العقلي بيضم كافه القدرات العقليه والقوى الفكريه العليا، وعقلي بتصدر عنه اوامر. بمعنى عقلي بيقول لي اعمل كذا، ومره تانية يقول لي ما تعملش كذا. يبقى معنى كده ان الجانب العقلي بيشمل القوى الفكريه العليا والقدرات العقليه والمبادئ العقلية. صاحب هذا الاتجاه هو الفيلسوف كانت. يبقى معنى كده ان انا ما عنديش مصدر واحد للإلزام الخلقي علل، لان انا عندي اكتر من جانب في الشخصية. السؤال بتاعي في الامتحان يقول لي تتعدد مذاهب الإلزام الخلقي تبعا لتعدد مكونات الشخصية. اقول له اربع مذاهب باربع مكونات في الشخصية. وممكن السؤال يجي لي بصيغة تانية، اسمع كده السؤال ده يقول لي ايه؟ وضح العلاقه بين مذاهب الالزام الخلقي وجوانب الشخصيه. اقول له ايه؟ تتعدد مذاهب الالزام الخلقي تبع لتعدد مكونات الشخصيه، الجانب الجسمي، اللذه الحسيه، اصحاب الاتجاه، المنفعه العامه. اثنين الجانب الاجتماعي، المجتمع هو مصدر الالزام، اصحاب الاتجاه المدرسه الاجتماعيه، الجانب الوجداني حاسه خلقيه اسمها الاتجاه الوجداني او شافتسبري، اخر حاجه عندي الجانب العقلي اسمه مذهب السمو العقلي عند الفيلسوف كانت. طيب تعالوا نبدأ مع بعض ونشوف أول مدرسة من هذه المدارس. أول مدرسة عندنا وهي الاتجاه الحسي في الأخلاق. عايزين نخلي بالنا من المسميات. بمعنى المدرسة اسمها اتجاه حسي، هنتكلم ليه كمان شوية اسمها اتجاه حسي. اتنين اسمها منفعة عامة. تلاتة ممكن أقول أسامي رواد المدرسة، ممكن أقول بنتام وميل، وممكن أسميه التيار التجريبي الإنجليزي، لأن بنتام وميل احد الفلاسفه الانجليز اللي حاولوا يطبقوا المنهج التجريبي في الدراسات الاخلاقيه. لا واحده واحده كده عليها عشان افهم. راي الفيلسوف بيجي من ظروف عصره. متفقين على القاعده ديت. الفيلسوف لما بيقول وجهه نظر، الفيلسوف لما بيقول راي، لازم رايه ده ينبع من ظروف العصر اللي هو عايش فيه. طب ما تيجي نشوف ظروف عصر المنفعه العامه ايه؟ ايه ظروف العصر اللي كان عايش فيها بنتام وميل؟
المفكرين والفلاسفة والعلماء انبهروا بإنجازات المنهج التجريبي في العلوم الطبيعية. واحدة واحدة عشان أفهم. العلماء عجبهم حاجة اسمها المنهج التجريبي. ليه إعجابهم كان بالمنهج التجريبي بالأخص؟ لأن المنهج التجريبي حقق تقدم ورقي ودرجة عالية من اليقين في العلوم الطبيعية. يعني لما العلوم الطبيعية استخدمت المنهج التجريبي وصلت لدرجة عالية من التقدم والرقي. العلماء والفلاسفة غاروا من المنهج التجريبي. يعني إيه كلمة غاروا من المنهج التجريبي؟ الفلاسفة بصوا على العلوم الفلسفية، الدراسات الأخلاقية، لقوا إن الفلسفة ما وصلتش لنفس درجة اليقين بتاعة العلوم الطبيعية، يبقى الفيلسوف يغير ولا ما يغيرش؟ يغير. طب يعمل إيه بقى عشان ما يحسش بالغيرة دي؟ قعد يفكر كده شوية، قال إيه ده؟ هو أنا ممكن أستخدم المنهج التجريبي بتاع العلوم الطبيعية في العلوم الفلسفية أو في العلوم الإنسانية؟ طب ما تيجي نحاول نقوم بالمهمة ديت. وهنا ظهر حاجة اسمها ما يسمى بالتيار التجريبي الإنجليزي في الدراسات الأخلاقية. يبقى خلاصة الكلام، كان في تقدم في العلوم الطبيعية بسبب المنهج التجريبي. الفلاسفة عايزين ياخدوا هذا المنهج التجريبي ويحاولوا يطبقوه فين؟ في العلوم الإنسانية. وهنا ظهر ما يسمى بالاتجاه التجريبي أو الاتجاه الإنجليزي التجريبي. هم عايزين يطبقوا المنهج التجريبي في العلوم الإنسانية ليه؟ لأن المنهج التأملي اللي الفلسفة بتستخدمه عجز عن الوصول لهذا اليقين. تعالوا نشوف مع بعض معالم أو آراء أو المدرسة عندنا، وهي المنفعة العامة. المنفعة العامة أو التيار التجريبي الإنجليزي، عرفنا ليه اسمه كده؟ وممكن أسميه الاتجاه الحسي. الاتجاه مين؟ الحسي، لأن هما زي ما قلت في البداية ردوا الالتزام الخلقي إلى الجانب الجسمي، فعشان كده بقول عليهم الاتجاه الحسي. الناس دولت قالوا لنا ثلاث جمل، أو ليهم ثلاث قضايا أساسية. أول جملة، اللذة أو المنفعة هي الخير الأقصى. اللذة أو المنفعة هي الخير الأقصى. اتنين، الأنانية هي مبدأ الحياة الإنسانية. تالت نقطة، نتائج الفعل هي مصدر الإلزام. يبقى المنفعة العامة قالت لي ثلاث قضايا، واحد، اللذة أو المنفعة هي الخير الأقصى. اتنين، الأنانية مبدأ الحياة الإنسانية. ثلاثة، نتائج الفعل هي مصدر الأخلاق. تعالوا نمسك كل قضية وكل عنصر من معالم هذا الاتجاه ونتكلم عليه بالتفصيل. المنفعة العامة بتقول ايه؟ وبنتام ومل رأيهم ايه في الأخلاق؟ بيقولوا ان غاية الأخلاق هي تحقيق الخير. هدف الأخلاق ان انا احقق خير. لما اي مجتمع بيحط مجموعة قواعد أخلاقية، هدفه ايه من هذه القواعد الأخلاقية؟ ان هو يحقق خير. بس خلي بالك، الخير اللي هو بيهدف ليه ده بنسميه الخير الأقصى. يعني مش خير لمجموعة من الأفراد، لا، ده خير لجميع أفراد المجتمع. طب الخير الأقصى يعني ايه؟ خير أقصى يعني سعادة. سعادة يعني ايه؟ قال لي سعادة يعني لذة. طب لذة يعني ايه؟ اي فعل اعمله اتوقع ان هو يحقق لي منفعه بسميه لذه، او اي فعل فعلا في الواقع بيحقق لي منفعه. يبقى غايه الاخلاق عند النافعين هي تحقيق الخير الاقصى، والخير الاقصى هو السعاده، والسعاده هي اللذه. اللذه هي ايه؟ اي فعل بيحقق لي منفعه او اتوقع ان هو يحقق لي منفعه. طب ما تيجي نسال النافعين هنا، ايه المقصود بكلمه اللذه؟ لما سالناهم اتخانقوا واختلفوا مع بعض. بمعنى، فريق منهم قال اللذة اللي احنا بنتكلم عليها هي لذة حسية، فريق تاني قام بسرعة وقال لك لا، اللذة اللي احنا بنتكلم عليها هي لذة عقلية. هنا حصل بين المنفعة العامة، بين أنصار هذا الاتجاه، اختلاف. بس في الغالب هما كانوا يقصدوا اللذة الحسية. ليه؟ الناس ديت ردت الإلزام الخلقي إلى ما يسمى من مكونات الشخصية بالجانب الجسمي. يبقى هم كانوا يقصدوا اللذة الحسية لأنها متناسقة مع الجانب الجسمي. يبقى أول قضية في المنفعة العامة بتقول إن اللذة أو المنفعة هي الخير الأقصى أخلاقيا، إن غاية الأخلاق يعني هدف الأخلاق هي تحقيق الخير الأقصى، والخير الأقصى هو السعادة، والسعادة هو اللذة. طب اللذة معناها إيه؟ هل اللذة حسية ولا عقلية ولا تضحية بالذات ولا إسعاد الآخرين؟ اختلفوا، في فريق اللذة حسية، فريق اللذة عقلية. بس في الغالب كانوا يقصدوا اللذة الحسية لأنها متفقة ومتناسقة مع الجانب الجسمي. تاني قضية اتكلموا عليها أنصار المنفعة العامة، وهي
الأنانية هي مبدأ الحياة الإنسانية. الأنانية هي مبدأ الحياة الإنسانية. عايزين نتفق على حاجة، أنا ما بتكلمش على فلسفة في مجتمع شرقي أو مجتمع إسلامي، أنا بتكلم على فلسفة في مجتمع غربي، فمش شرط الأفكار اللي إحنا بنقولها تلاقي قبول مني أو منك، ليه؟ لأن أنا بتكلم على ثقافة غريبة عني. عشان كده بقول الجملة ديت، المنفعة العامة قالت تاني قضية عندهم، تاني مبدأ عندهم، إن الأنانية هي مبدأ الحياة الإنسانية. الإنسان بطبيعته أناني. الإنسان بطبيعته بيبحث عن سعادته. الإنسان بالفطرة بيروح للفعل اللي فيه منفعة. وبرضه بالفطرة بيبتعد عن الفعل اللي فيه ضرر وفيه ألم. زي البوصلة، أنا أحط البوصلة الناحية دي تروح ناحية الشمال. أقف الناحية دي وأحط البوصلة كده تروح جاية ناحية الشمال كده. هي بتواجه نفسها تلقائي. نفس الكلام بالنسبة عند الإنسان. الإنسان بيبحث عن سعادته تلقائياً. دون توجيه من الآخرين، يعني ما حدش هيمسكني من إيديا ويقول لي تعالى اعمل الفعل ده فيه منفعة لك، أنا تلقائي بروح أسعى لتنفيذ هذا الفعل. طيب هو كده أنا بس اللي أناني؟ أنا بس اللي هدور على منفعتي؟ ولا أنا والشخص ده والبنت ديت والولد ده والراجل ده والست ديت؟ يبقى معنى كده إيه؟ إن كل أفراد المجتمع سلوكهم بيتسم بالأنانية، بس أنانية متنكرة، أنانية مستخبية. ليه أنانية متنكرة؟ وليه بتقولي أنانية مستخبية؟ ما هو لو الناس عرفت إن سلوكك ده بيتسم بالأنانية المطلقة، الأنانية العلنية، الأنانية الواضحة، كده أنت سوف تقابل باستهجان من المجتمع. كده المجتمع يبعدني، كده المجتمع ينبذني. فعشان كده بنقول إيه؟ إن الأنانية بتاعت الأفراد داخل المجتمع هي أنانية متنكرة. متنكرة إزاي؟ فهمني عشان أنا مش فاهم برضو. أصحاب المنفعة العامة بيقولوا عشان الفرد لا يقابل باستهجان من أفراد المجتمع بيخلي الأنانية بتاعته أنانية متنكرة، وأقصى أمل أخلاقي ليه هي تحقيق المنفعة العامة من خلال المنفعة الخاصة. يعني أحقق منفعتي المجموعة وفي نفس الوقت أحقق منفعتي الشخصية. عارف زي إيه بالظبط؟ زي لما تقول لبابا إيه؟ أروح الرحلة ديت معلش عشان خاطري أخرج النهاردة والأسبوع كله هقعد على المكتب أذاكر. أنت هنا قلت جملتين، اخرج واقعد اذاكر. اذاكر دي انت حاسس ان هي فيها منفعه للبيت والماما والبابا وليك، يبقى دي اسمها منفعه عامه. اخرج النهارده او اروح الرحله او انزل او دي اسمها منفعه شخصيه. يبقى انت كده بتحاول تعمل ايه؟ احقق المنفعه العامه من خلال المنفعه الشخصيه. تالت جمله عندنا وتالت قضيه قالوها لنا، نتائج الفعل هي مصدر الالزام الخلقي، او الجزاءات هي مصدر الالزام. جزاء الفعل هو ايه؟ الجزاء حاجة من اتنين، ممكن يكون الجزاء ثواب وممكن يكون عقاب، مش حاجة تالتة. عملت فعل ممكن اثاب عليه، عملت فعل ممكن اتعاقب عليه. حسب وجهة نظر النفعيين بيقولوا ايه؟ الفعل اللي انا هلتزم بيه هو الفعل اللي فيه نتيجة ايجابية هكرره وازيد من هذا الفعل، انما الفعل اللي فيه عقاب في الم في ضرر مش هكرره، بالعكس ده انا هتحاشى تكرار هذا الفعل. بمعنى هنسال بنتام ونسال مين، نقول له هل الفعل ده له قيمه اخلاقيه بالنسبه لك؟ عارف هيقول لي ايه؟ استنى لما نفذ الفعل ده واشوف نتيجته. بمعنى لو حقق لي منفعه يبقى الفعل ده ليه نتيجه اخلاقيه عندي كبيره قوي، ما حققش منفعه يبقى الفعل ده ملوش عندي قيمه اخلاقيه. هي دي الناحيه التجريبيه. مش احنا قلنا من شويه ان هم قالوا عايزين يطبقوا المنهج التجريبي في الدراسات الفلسفيه في العلوم الانسانيه؟ بيقول لك ايه؟ استنى لما اجرب الفعل. اذا كان جزاء ممارسه لفعل ما هو الثواب فانني اكرر هذا الفعل، واذا كان جزاء ممارسه لفعل ما هو العقاب فانني اتحاشى تكرار هذا الفعل. شايف ناس فيكوا كده مش مقتنع بالكلام ده، هرد عليك وهقول لك المنفعه العامه في القضيه اللي قبل دي قالوا لي ايه؟ ايه مبدا الحياه الانسانيه؟ الانانيه، ان الانسان بالفطره بيدور على سعادته وبالفطره بيتجنب الافعال اللي فيها ضرر والم، يبقى انا تلقائي بعمل الفعل اللي فيه منفعه. عملت فعل استفدت منه هكرر مره وعشرة وعشرين، عملت فعل فيه ألم سوف أتحاشى تكرار هذا الفعل. هنا طلعت نتيجة مهمة جدا وجملة مهمة جدا 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 بتيجي كتير في الامتحانات، اللي هي
القيمة الأخلاقية للفعل تتحدث في نتائجه عند النفعيين. القيمة الأخلاقية للفعل تتحدث في نتائجه عند النفعيين. القيمة الأخلاقية، هل الفعل ده ليه قيمة أخلاقية؟ استنى لما نفذ، لو في ثواب هنفذه، في عقاب مش هكرره تاني. إذن نتائج الفعل هي مصدر الإلزام. يبقى كده المنفعة العامة قالت لنا ثلاث قضايا. أول جملة، اللذة أو المنفعة هي الخير الأقصى. غاية الأخلاق هي تحقيق الخير الأقصى. الخير الأقصى هو السعادة، السعادة هي اللذة. اختلف على معنى اللذة، حسية ولا عقلية. في الغالب كان يقصد اللذة الحسية لأنها متناسقة مع الجانب الجسمي. اتنين قالوا الأنانية مبدأ الحياة الإنسانية، الإنسان أناني بالفطرة، بيبحث عن سعادته تلقائيا دون توجيه من الآخرين، وأقصى أمل أخلاق أنه يحقق المنفعة العامة من خلال المنفعة الخاصة. ثلاثة، نتائج الفعل هي مصدر الإلزام، جزاء الفعل الثواب أو العقاب، القيمة الأخلاقية للفعل سوف تتحدث في نتائجهم. هل في نقد أقدر أوجهه لهذا الاتجاه؟ أو طبعا، بمعنى أول نقد هنوجهه لأنصار المنفعة العامة، وهو يا منفعة يا عامة، يا بنتان، يا مل، ما ينفعش أقول إن مصدر الإلزام الخلقي هو الجانب الجسمي. ليه؟ هل الشخصية الإنسانية بتتكون من الجانب الجسمي فقط؟ لا طبعا، الشخصية الإنسانية عبارة عن جانب عقلي وجداني اجتماعي ثم جسمي. انت هنا ركزت على جانب واحد فقط، جانب واحد فقط وهو الجانب الجسمي، في حين ان الشخصية هي عدة جوانب مكتملة كله بيكمل بعضه. اضيف هنا برضو نقطة مهمة جدا، انت بتقول لي ان مصدر الإلزام الخلقي هنا هو الجانب الجسمي، صح كده ولا لا؟ او انت رديت الاخلاق الى الجانب الجسمي. طب ما هو الجانب الجسمي ده مشترك ما بين الانسان والحيوان، مشترك ما بين الانسان والحيوان. يبقى انت لو قلت ان مصدر الالزام الخلقي هنا الجانب الجسمي، يبقى معنى كده ان الحيوان عنده اخلاق لان الحيوان عنده جانب جسمي. ما ينفعناش الكلام ده، يجب ان تؤسس الاخلاق على ما يميز الانسان عن الحيوان. يبقى اول نقد بنقول لهم اللذة لا تصلح ان تكون مصدرا للالزام الخلقي، ما ينفعش. جانب الجسم احد مكونات الشخصية فقط، ليس كل الشخصية. اتنين، جانب مشترك ما بين الانسان والحيوان. قبل ما اكمل النقد عايز الفت النظر لجملة وسؤال مهم جدا بيجي في الامتحانات والناس بتتلخبط فيه. يقول لي في الامتحان مثلا الجملة دي، ترى النفعية، ترى المنفعة العامة ان اللذة لا تصلح للإلزام الخلقي. أقول له لأ، ما ينفعش. ده النقد اللي أنا قلته. ده هم قالوا إيه؟ إن اللذة هي الخير الأقصى. يبقى أنت تفرق في الامتحان، هل الجملة اللي أنا بقولها لك ديت رأي من آراء المدرسة ولا نقد أنا بوجهه له؟ طب لو قلت لك الجملة دي وقلت لك هل تؤيد أم لا؟ هل تؤيد ولماذا؟ لو أنت هتأيد هتقول رأي المدرسة، غاية الأخلاق تحقيق الخير، القضية الأولى خير الأقصى يعني السعادة، السعادة يعني اللذة، وأشرح النقطة بتاعتي. لو أنا هرفض هقول النقد بتاع اللذة لا تصلح أن تكون مصدرا للإلزام الخلق عند الإنسان، لا تصلح اللذة أن تكون مصدر الإلزام الخلق عند الإنسان لأن الجسم ليس هو فقط كل الشخصية، كما أن الجانب الجسمي مشترك بين الإنسان والحيوان. الأخلاق يجب أن تكون مميزة للإنسان عن الحيوان. تاني نقد بنوجهه لي أنصار هذه المدرسة، وهو المنفعة اتجاه أناني رغم محاولات تطويره. يا جماعة، ما ينفعش أأسس الأخلاق على مبدأ اسمه الأنانية، وما ينفعش تضحك عليا وتقول لي إن أنا هحقق المنفعة العامة من خلال المنفعة الخاصة، ما ينفعش. اسمع كده الجملة دي، هو شرط المنفعة الشخصية تتماشى مع المنفعة العامة؟ شرط ان منفعة الشخصية تتماشى مع منفعة الجماعة اللي انا عايش فيها؟ ما ينفعش. يبقى تاني نقد بنوجهه للمنفعة العامة، بنقول لهم المنفعة اتجاه اناني رغم محاولات تطويره. فالانسان بطبيعته اناني، يبحث عن مصلحته ولا يهتم بمصالح الاخرين في المجتمع، فلا يصلح تأسيس مبدأ الالزام الخلق على مبدأ الانانية مهما حاولوا تطويره. وتأكيد ان الانانية يمكنها ان تحقق المنفعة العامة لاكبر عدد ممكن من الافراد. تلك مغالطة، غلط لتبرير الأنانية، تلك مغالطة لتبرير الأنانية. انت بتضحك على نفسك، ما بتضحكش عليا،
لما تقول لي انا هحاول احقق المنفعه العامه من خلال المنفعه الخاصه. تالت نقد هنوجهه للمنفعه العامه بنقول لهم ايه؟ انا لما بتكلم على اخلاق لازم اتكلم على الاوامر الدينيه. هل المنفعه العامه اهتمت بالاوامر الدينيه في الجانب الاخلاقي بتاعهم في النظريه الاخلاقيه بتاعتهم؟ لا، ما اهتموش بالجانب الديني في الاخلاق. اتنين، لما بجيب سيره الاخلاق لازم اتكلم على قيم ومثل. هل المنفعه العامه اتكلمت على القيم والمثل ديت؟ لا. هل اهتموا بيها؟ برضو لا. يبقى تالت نقد بنوجهه للمنفعه العامه ان هذه المدرسه اغفلت، لم تهتم بالقيم الانسانيه الساميه والاخلاق. تركيزهم كله كان منصب على المنفعه العامه واللذه والانانيه، واهملوا دور الدين، اهملوا دور القيم الاخلاقيه، اهملوا دور المثل. يبقى معنى كده ان المنفعه العامه ليهم ثلاث اراء والنقد بتاعهم ثلاث جمل. في الاول خالص قلت ظروف النشاه، الفلاسفه عايزين ياخدوا المنهج التجريبي من العلوم الطبيعيه طبقوه في العلوم الفلسفيه، فظهر ما يسمى بالاتجاه التجريبي الانجليزي على يد بنتام وميل. المنفعه العامه قالت ثلاث جمل. واحد، المنفعه العامه قالت واحد، اللذه هي الخير الاقصى. اثنين، الانانيه مبدا الحياه الانسانيه. ثلاثه، الجزاءات هي مصدر الالزام. النقد اللي انا وجهته ليهم، واحد، اللذه لا تصلح ان تكون مصدرا للالزام الخلقي. اثنين، المنفعه اتجاه اناني رغم محاولات تطويره. ثلاثه، اغفال القيم الانسانيه الساميه والاخلاق الرفيعه. وبكده تكون خلصت جزئيتنا. نشوفهم في جزئيه جديده مع كايرو دار.